حياة طيبة مشاهدينا الكرام، هنا لايف يأتيكم من 218 نيوز ونناقش فيه لهذا اليوم. ندوة شبابية حول فبراير تطلقها 218. أيضا في لايف تتابعون: تحرير المختطفين التونسيين في الزاوية، في الجزء الأخير من لايف تقدم لقوات الجيش في الجنوب وسط تعزيزات متواصلة، أهلا بكم. إذن ندوة شبابية تطلقها قناة 218 على مدى يومين. مساحة هذه الندوة تبدأ اليوم عند 9 مساء وغدا أيضا في نفس التوقيت. الندوة تتحدث عن مرحلة ما بعد فبراير، الواقع الذي نعيشه الآن بعد ثورة فبراير، وما هي الرؤية الشبابية أيضا للحل في ليبيا على مختلف الصعد. مجموعة من الشباب الليبي صادفتهم قنوات 218، شخصوا الوضع الليبي الراهن وقدموا رؤيتهم لهذه البلاد التي أنهكتها الصراعات السياسية وأيضا الصراعات الأمنية. طبعا التفاصيل حتقدمها الندوة الليلة، حتكون التفاصيل أكثر في هذه الندوة الليلة عند الساعة 9 مساء، تتابعونها عبر قنوات 218 و 218 نيوز. إذن للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الزميل خليل الحاسي، الصحفي في غرفة الأخبار طبعا ومقدم برنامج البلاد وأيضا مقدم ندوة ما بعد فبراير. ورحب بك خليل. أبرز العناوين العريضة، أبرز العناوين العريضة خليل اللي تناولتها وتمت مناقشتها في ندوة ما بعد فبراير. نعم، أبرز العناوين العريضة أو الخطوط العريضة خلينا نسموها محمد، اللي حيتبعها المشاهدين الكرام على مدار يومين الليلة وغدا على قنوات 218 ندوة ما بعد فبراير. أولا العنوان، عنوان ما بعد فبراير، بمعنى واضح أن بعد 8 سنوات أصبح الوصف أو التعريف مش هو المهم في اللي يسمي فبراير ثورة، في اللي يسميها انتفاضة، في اللي يسميها حدث. على كل حال أصبح أنه مش هذا هو المهم، والمهم الآن والجدير بالنقاش وبالتفكير هو ما بعد فبراير. إذا عناوين العريضة اللي حتطرح كلها للقضايا العالقة لما نتكلموا من 2011 لعند اللحظة اللي نحكو فيها الآن. نتكلموا أول شيء على تعثر المسار الديمقراطي اللي بدأ يوم 7/7/2012 وصارت لنا المشكلة في انتخابات 2014، وفصيل إسلامي معين رفض العملية الانتخابية وانتقلنا من شرعية الديمقراطية إلى شرعية التوافق، ودخلنا في مسار متعثر ووصلنا لاتفاق الصخيرات، وما زلنا قاعدين عالقين في قضية ديمقراطية التوافق، خصوصا قدامنا الملتقى الشامل اللي أيضا طرح كقضية برؤى شبابية من مركز رؤية شاب ليبي يشوف كيف الملتقى الشامل والمشاريع والاستحقاقات القادمة ممكن هي تؤثر أو تغير الواقع السياسي. العنوان الأهم اللي هو حاملي السلاح محمد، الجميع يعرف أن حاملي السلاح كلهم شباب ليبيين، للأسف المنخرطين في التنظيمات الإرهابية كلهم شباب ليبيين. السلاح العابث والحروب العبثية للأسف، الأيدي اللي تضع على الزينات كلها أيدي ليبية شابة، وهذه مشكلة حقيقية. حاملي السلاح اللي ما شفناش في خلال كل هالحكومات المتعاقبة والمتتالية ما شفناش أي مشروع جدي وحقيقي في قضية جمع السلاح أو في قضية إعادة تأهيل المسلحين ودمجهم في الأجهزة الأمنية. أيضا في نقطة مهمة جدا محمد، هي قضية القطيعة مع الماضي، فكرة الانتقال من الثورة إلى الدولة زي ما يعرف الجميع، خصوصا القارئ المنصف يعني للتاريخ وتجارب الشعوب في الانتقال الديمقراطي يعرف كويس أن بمجرد ما توقف الثورة يبدأ البناء. ونحكو أيضا نديروا فلاش باك تاريخي، لأن في جميع الأحوال التحولات التاريخية مهمة لإدراك الواقع الحالي. لا شك أن فبراير ما هيش عصر منفصل عن عصر سبتمبر، صعب أنك أنت تفصل بشكل صارم بين المراحل التاريخية السياسية. نعم، طيب يعني إذا كان في حديث عن الاستراتيجية المقبلة خليل، يعني أبرز النقاط التي تم طرحها في هذه الندوة من قبل الشباب. نعم، أبرز النقاط اللي تكلموا فيها الشباب، أنت عارف أول شيء أكيد حيلاحظ المشاهد، يعني خصوصا المشاهد الوفي لقنوات 218، أن الندوة هذه مختلفة جدا، حتكون مختلفة جدا أولا
كلهم شباب ليبيين، كلهم أقل من 35 سنة. الندوة اللي فاتت في 2018 والندوة اللي فاتت 2017 كانت جبنا فيها مجموعة من شخصيات سياسية وطنية، الشخصيات اللي هي كان لقراراتها دور كبير في تغيير الواقع السياسي سواء بالسلب أو الإيجاب. الندوة هذه مختلفة تماماً في 2019، نحن جبنا صانعي الحدث أو ممثلي لصانعي الحدث، نتكلموا عن الشباب صانعي التغيير بالأساس، اللي صنعوا التغيير في 2011 يوم 17/2/2011 كانوا هم الشباب. فلما يتم تغييب الشباب لمدة 8 سنوات نقدر نقول الآن بثقة أن قنوات 218 انفردت بتمثيل حقيقي لأهم وأوسع شريحة في ليبيا، خصوصا أن ليبيا بلد شاب، وهذا أيضا استجابة لمتغيرات الواقع، خصوصا أن الشباب الليبي والشباب في كل المنطقة ارتبط الآن بأقران عالميا وعولميا، وهذه فرصة مهمة ومن المفترض أن تكون في إرادة سياسية جادة يعني تتلقف مثل هذه الإشارات لما تشوف شباب ليبي واعي، وشباب ليبي يعني حتى لديه وعي متقدم على النخبة بين قوسين اللي هم الآن يقودوا في البلد نحو المجهول. طيب أنت ذكرت في بداية حديثك خليل أن يعني هي نقطة مهمة، تعتبر هي نقطة الانتقال من الثورة إلى الدولة، يعني تعتبر من أهم النقاط التي أثيرت تقريبا في هذه الندوة. كيف تم تشخيص فبراير كثورة وتشخيص ما بعد فبراير أيضا؟ نعم، يعني في نهاية الأمر هو الشيء المهم أن فبراير حدث تاريخي سياسي، حدث انعكس على الجميع بشكل مباشر، سواء المؤيد أو سواء المعارض أو حتى اللي ما عندش موقف بالأساس من الثورة أو من التغيير. الطرح طبعا عشان من يعني لا نفسد التشويق يعني بالنسبة للمشاهد، وعشان يعني ما نبوش نعطي كل التفاصيل يعني الآن، ولكن تم الحديث على قضايا مهمة لما بتتكلم انتقال من الثورة إلى الدولة، أهم من قضية المصالحة الوطنية اللي شافوا جزء كبير من المشاركين أن هي تأخرت، كان من المفترض حتى أن هي تنطلق مع خطاب التحرير. طيب يعني هل يمكن توافق أو تم الحديث عنها من قبل الشباب أن شعارات الثورجية خلينا نقول يعني أن هي اللي قاعدة مكرسة في عقول البعض لحد الآن، وهي اللي غيبت أيضا موضوع المصالحة وموضوع الانتقال إلى الدولة؟ نعم طبعا هذه هي المشكلة الكبيرة، المشكلة الكبيرة والتعقيد الكبير أن بعد 2011 كانت في سياسات تدميرية، سياسات خاطئة، تم الترويج لشعارات لا تصلح إلا للاستهلاك الإعلامي زي المدن المنتصرة والمهزومة والمنتصر والمهزوم، هذه طبعا كانت كارثة كبيرة لما نتكلم على مستوى المصالحة الوطنية. كان من المفترض، وبما أن فبراير هي ثورة حرية وتحرر، من المفترض أن المصالحة الوطنية تكون على أجندة كل الناس اللي كانوا موجودين في المشهد السياسي والناس اللي اشتغلت في المشهد السياسي، ولكن شفنا بالعكس، شفنا أشياء يعني شفنا فصل صارم بين الناس اللي حاولت تفصل بين فبراير وبين سبتمبر. شفنا على سبيل المثال قانون العزل السياسي اللي كان بمثابة ضربة واحدة شوهت الجميع، كان بمثابة ضربة أقصت كل الكفاءات، خصوصا أن ليبيا بلد يعاني في ندرة مرعبة من الكفاءات. هذه كلها تفاصيل تم طرحها تم تناولها بعقول شابة، فكرنا فيها بعقول شابة، شفناها من مركز رؤية الشباب الليبي، الشباب الليبي اللي هو أوسع شريحة في ليبيا الآن. طيب أنت تحدثت وقلت بأن القنوات 218 ركزت على الشباب في هذه الندوة بخلاف ما صار من ندوات في إحياء ذكرى ثورة فبراير في السابق. يعني شنو الشيء الآخر اللي يميز هذه الندوة اللي شفتها أنت شيء مميز بخلاف أنها هي كانت شبابية بامتياز؟ نعم، الشيء المميز أكيد أن الناس ملت من قضية التنظير، أكيد أن الناس ملت من قضية محاولات القراءة وإعادة القراءة والتفسيرات ومحاولات التحليل، ورغم أن هذا أيضا شيء مهم لما تبي تتكلم على قضية وأزمة، أنت محتاج أنك تشخص الأزمة قبل كل شيء وبعدين تبدأ تفكر بصوت عالي في قضية الحلول. ندوة ما بعد فبراير يدعي أن هي كانت يعني وضعت فيها الحلول الواقعية، الحلول العملية، الحلول اللي تتماشى بالضبط مع معطيات الواقع الحالي من غير قفز ومن غير شطحات في الأحلام. يعني كان في حلول واقعية، شباب الليبي كان عندهم حلول مش فقط عبارة عن تفسير أو إعادة قراءة أو إعادة وصف للمشهد السياسي، يعني في شيء ولكن مختلف، وضعت يعني حزمة حلول. نعم، في شيء مختلف خليل يعني عم نشوفه فيه أيضا، يعني مع احترامي نعم لمبادرات السياسيين دعنا نقول على وسائل الإعلام، في شيء مختلف من هؤلاء الشباب. نعم، الشيء المختلف أولا أن الشباب كلهم نشطاء سياسيين وكلهم يعني مؤثرين في أوساطهم اللي هم يشتغلوا فيها، سواء في شبكة مؤسسات المجتمع المدني، سواء في الشبكات الحقوقية والمنظمات الدولية، وأيضا في نشاطهم السياسي. الشيء المختلف اللي هو الجدية،
الجدية أهم عنصر مفقود، مفقود تماما لما تتكلم الآن عن المشاهد، عن المشهد السياسي، لما تتكلم عن الناس اللي هم متصدرين المشهد السياسي باستثناءات نادرة جدا. ما فيش إرادة سياسية جادة، لا في إرادة سياسية جادة، لا في توافق ولا في حوارات. شفنا تجربنا، تجربة سيئة كانت في حوارات تونس وقبل حوارات صخيرات والحوارات إلى الآن، حتى الحوارات اللي يتم التسويق لها بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وقضية هالمعجزة العلمية اللي صارت والتوافق اللي دائما يحكوا لنا عليه بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اصطدموا من جديد في عقبة الأسماء، واتضح أن ما فيش جدية، اتضح أن الحوارات قائمة ومؤسسة على محاصصة وعلى طرح أسماء. وهذا هو المختلف، أن الشاب الليبي اللي يتكلم في ندوة ما بعد فبراير ينطلق من هموم وطنية، ينطلق من هموم وطنية خالصة، لأنه هو عايش أول شيء عاصر عاصفة التغيير، وقاعد عايش الواقع بكل مستوياته، الواقع السياسي والأمني والاقتصادي، الواقع اللي أقل شيء ممكن تقول عليه أنه هو واقع متردي يعني. طيب، يعني بحكم أنك أنت حاورت الكثير يعني من الضيوف خليل، يعني هل تتوقع بأن هذه الرؤية اللي طرحها الشباب واللي حيطرحها الشباب في ندوة اليوم وبكرة، أنها هي حتأثر في الواقع، حتأثر يعني في الشارع خلينا نقول؟ نعم، ما عندي شك أبدا حديد أن المبادرة، مبادرة قنوات 218، وأن هي تطرح كل القضايا وكل الأزمات اللي صارت بعد 2011 لهذه اللحظة برؤى شابة ويتم التفكير فيها بعقول شابة، أن هذه مبادرة رائدة وجديدة، ونتمنى أن الجميع يحذو حذوها، خصوصا لما تتكلم عن العالم اللي حولك الآن. الآن في اتجاه كبير وقوي جدا قاعد غايته وهدفه الأعلى اللي هو تشبيب السياسة. الآن اللي تصنع سياسات العالم كلها قيادات شابة اللي تصنع في سياسات العالم، وهذه هي الرسالة المهمة، وهذه هي البداية، حتكون بداية جيدة، حتكون بداية مبشرة. وأيضا من المفترض أن كل المنصات الإعلامية وحتى السياسيين اللي هم الآن يصنعوا في القرار السياسي داخل ليبيا يتلقفوها بنوع من الجدية، لأن عندك شباب يعني يطرحوا في القضايا بوعي متقدم جدا على الناس اللي الآن موجودة في المشهد السياسي. أعذرني قطعتك، ركزت على الأمور، الملفات المتعددة والقضايا في ليبيا بموضوعية أكثر من كون أنها هي عاطفية، يعني خطاب العواطف ما كانش موجود. نعم صحيح، طبعا هو كان خطاب عقلاني، وبالمناسبة وإن كان أغلب الشباب شاركوا في فبراير، في ثورة فبراير، وشاركوا في حدث التغيير، ولكن كانت قراءة نقدية، وأساسا النقد من أجل الفهم، يعني النقد لا يعني النقض، هي فقط محاولة للفهم مش للهدم. أنت يجب أنك أنت تنتقد فبراير، يجب أنك تنتقد الثورة، أو هذا شيء إيجابي وهذا شيء جيد، لابد أنك تنتقد عشان تعرف الأخطاء، عشان تقدر تشخص، لأن في نهاية الأمر أنت تتعامل مع حدث تاريخي، تتعامل مع فبراير اللي جت استجابة لواقع التغيير اللي صاير، خصوصا لما تتكلم على نظام سد أفق التغيير السياسي تماما، وكان بالضرورة أن حتكون في فبراير، كانت حتكون ضرورة حتمية لما يصل النظام لمرحلة من التكلس والجمود، لابد أنه هو يكون على موعد مع الانهيار. وعادة لما تنهار الأنظمة هذه في اللي يعني يتساءل ويقول والله فبراير مشكلتها أن هي أسقطت النظام وأسقطت الدولة مع النظام، وهذه قضية طرحناها في الندوة. المتتبع واللي يشوف واللي يعرف كويس شكل هالأنظمة هذه اللي تستمر لأربعين سنة لينصقرن، يعني يعرف كويس محمد أن النظام متشابك مع الدولة بشكل أن لا يمكن أن يسقط النظام من غير ما تسقط مع الدولة، وهذه هي المشكلة الكبيرة. طرحنا فيها أيضا اللي تتعلق بالجزئية هذه قضية مبدأ المواطنة. ليش بعد 2011 شفنا في انهيار كبير للانتماء الوطني؟ هذا هو سؤال، وشفنا عودة للهويات الصغيرة القزمية، الانتماءات القبلية، الانتماءات الدينية، لأن هذه كانت استراتيجية 40 سنة، كان في تغييب لمبدأ المواطنة، في المقابل كان في ارتفاع بالانتماءات القبلية، الانتماءات الأولية، وكان الباب مشرع للتيارات الدينية عشان هي تشتغل في القاعدة الشعبية. شو صار بعد 2011؟ انهار النظام. شنو وجدنا؟ ما وجدناش دولة، وجدنا دويلات قبلية، دويلات دينية، لكن ما وجدناش أوطان، وهذه قضية مهمة تم طرحها في ندوة ما بعد فبراير. طيب، يعني ما نبيش نعطل عليك خليل، أول حاجة طبعا إن استنوا فيك اليوم في 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 ندوة ما بعد فبراير الليلة، ولكن ايضا يعني ما نبوش نخش في تفاصيل اكثر. نعم، نكون ان حتى نخلي يعني المشاهد يشاهد اكثر تفاصيل خلال هذه الندوة اللي حتبث الليلة عند الساعة 9، وايضا ليلة بكرة عند الساعة 9 في نفس التوقيت، لكن حنعطيك مساحة يمكن تحكي فيها خلاصة الموضوع، خلاصة هذه الندوة كيف كانت. نعم، من بداية الندوة. نعم حديث. نعم، خلاصة الندوة في جملتين عشان ما تطولش عليك. الفكرة الأساسية في العنوان تبدأ بالعنوان وتنتهي بالعنوان، ما بعد فبراير.
نرد نجوم من جديد لنتيجة مهمة، أن فبراير حدث تاريخي سياسي ويجب أن تكون في ضرورة معرفية وضرورة وطنية وضرورة أخلاقية أنك أنت تتصالح مع الحدث التاريخي من غير استعداء ومن غير تمجيد في المقابل. حدث تاريخي غير كل شيء في ليبيا، غير الواقع في ليبيا، تكلم على طاقة التغيير اللي انفجرت يوم 17/2/2011. إذن أنت محتاج أنك أنت تتصالح مع التاريخ من غير ما يكون عندك موقف من التاريخ، لأن هذه سيرورة طبيعية، هذه قوانين الطبيعة وقوانين التغيير، أنظمة جي وأنظمة تمشي وأنظمة تتغير. فالمفترض الآن هو الالتفات نحو المستقبل. الآن فبراير حدث انعكس على الجميع وهذا شيء أمر انتهى. الآن شن هي فرص البناء؟ شن هي فرص التوافق؟ خصوصا وأن ليبيا بلد، يعني ليبيا فراش وثير يسع الجميع، بلد فيه موارد، بلد غني، وأيضا فيه فرصة تاريخية وفرصة سياسية ربما ما تكررش في الفترة هذه. فالفكرة الآن استغلال الفرص، استثمار الفرص، اصطياد الفرص الآن في قضية التوافق السياسي، في قضية بناء الدولة. نعم، زميل خليل الحاسي الصحفي في غرفة أخبار قنوات 218 نيوز، وكذلك مقدم برنامج البلاد ومقدم ندوة ما بعد فبراير، كنت معنا في برنامج لايف ونورت برنامج لايف أيضا أول مرة أعتقد. أن سعيد سعيد جدا موجود معك محمد. كنت معي ضيف يعني نسأل فيك يعني ونورتنا بصراحة، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه هي الجزئية الأولى من حلقة لايف لهذا اليوم، تحدثنا فيها مع الزميل خليل الحاسي مقدم ندوة ما بعد فبراير عن هذه الندوة وخلاصتها وإلى ماذا تطرقت وأهم النقاط اللي تركزت عليها هذه الندوة. سننتقل بعد هذا الفاصل إلى الجزئية الأخرى في برنامج لايف، وهو تحرير التونسيين المختطفين في مدينة الزاوية، سنناقش هذا الموضوع بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. إذن بعد أيام أعلنت مديرية أمن الزاوية تمكنها من تحرير العمال التونسيين، وقالت إنها من خلال قوة الإسناد الثالثة وقسم البحث الجنائي والتحريات ومركز شرطة الزاوية الوسط نجحت في تحرير العمالة التونسية المختطفة، وأشارت إلى أنه تم نقل هؤلاء العمال إلى ديوان المديرية وأنهم يتمتعون بصحة جيدة، مؤكدة أنها تجري اتصالات مع الجهات المعنية لضمان عودة العمال إلى ذويهم بسلام. نتابع هذا التقرير مشاهدينا الكرام، ومن ثم نعود للنقاش حول هذا الموضوع مع محمد بوخدير عضو المجلس البلدي الزاوية، وسيكون معنا أيضا بحسب الاتفاق العقيد علي الأسطى مدير الشؤون الأمنية بمديرية أمن الزاوية. نتابع هذا التقرير مشاهدينا الكرام ومن ثم نعود إليكم. يطمئن أهله بأنه بصحة جيدة بعد أيام عصيبة عاشها مع مختطفيه. هو أحد العمال التونسيين المحررين والذين اختطفوا في مدينة الزاوية يوم الخميس الماضي. والله عملية الاختطاف الصبح يوم الخميس الساعة 8 غير 10 دقائق ماشيين للشغل، فخرين درعنا كان سيارة سكرت علينا الطريق وتحلوا البيبان ونزلوا بالسلاح الساعة 7:30 احنا في طريق المصفاة. طريق المصفاة جو تعرض لنا 3 انفار مسلحين، هبطوا السواق من الحافلة وخذوا السيارة دوراها اتجاه معاكس وهبطوا لنا روسنا لوطة ومشينا لمكان ثاني. مكان ثاني ما نعرفوش وين بالضبط للصراحة للأمانة. بعدين 4 أيام قعدنا، اليوم لحد الموافقة 17 فبراير الساعة 7:30 جت سيارة رفعتنا لمكان مجهول ما نعرفوش زادة. بعدين جاي الأمن الجنائي، تحية الأمن الجنائي وتحية للزاوية بالتحديد. فرحة غامرة عاشها المحررون بعد تحريرهم، وسعادة تبينها ملامح وجوههم بعد أن كان مصيرهم مجهولا ولا يعلمون إلى أين سيكون مآلهم. أهل الزاوية وعلى رأسها عميد بلديتها والأجهزة الأمنية يواسونهم ويباركون تحريرهم. تم في هذا اليوم الأحد
عند الساعة 7 مساء الوصول إلى إطلاق سراح إخوتنا وأشقائنا التونسيون الذين تم احتجازهم يوم الخميس 8 صباحا وهم قاصدين إلى مقر عملهم. لم تمر إلا أيام قليلة حتى جاءت ساعة تحريرهم، بالرغم من الوضع الأمني الهش الذي تعيشه البلاد، لكن الأجهزة الأمنية كانت في الموعد وحررت المختطفين في عملية ناجحة أعدت خطتها بإحكام ونفذت بدقة متناهية. ينضم إلينا عضو المجلس البلدي الزاوية السيد محمد بخدير. نرحب بك سيد محمد، نشكرك لوجودك معنا في حلقة لايف وتلبية الدعوة لتواجدك معنا في حلقة لايف. بداية نود منك آخر التطورات بشأن هؤلاء التونسيين الذين تم إنقاذهم بالأمس. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نعم. بموضوع الحادثة من هذه الدكتورة الشقات وانسة، طبعا احنا يعني الآن الوحيد والأهم شيء نكتب عليه انه ما هوش عدد الإرهابي، والحمد لله تأكدنا من الموضوع هذا، ان هذول مواطنين تونسيين أشقاء لبعض الملابسات معينة في قضية معينة، لكن مش قضية إرهابية حسب ما يعني ما وصلنا لما سمعنا يعني كذا. فالموضوع الحمد لله رجعوا الأشقاء هذولا، وبتكافس كل الأجهزة الأمنية وبلدية الزاوية ومديرية الأمن كانت على راسهم يعني، والمراكز البحث ووزارة البحث، فتم أمس التوصل لمكان الأخوة الأشقاء هذولا، وتم أخذهم لديوان المديرية وتم التعامل معهم يعني حتى لما كانوا مخطوفين التعامل معهم يعني بصفة كويسة، وما يعني ما صارهمش يعني زي ما تقول ضرب وتعذيب وكذا. فالامور الحمد لله تمت بسلام، واللي نطمن يعني اهلنا في ليبيا ولا خارج ليبيا يعني العمل ماهوش عمل ارهابي، والحمد لله هذا اللي طمنا هنا في الزاوية، نحتضنه في المحاكم المتحدة، نحتضنه مصالحات، نحتضنه بكذا. فالحمد لله ان احنا طلعنا من مظلة الارهاب هذه والخوارج ولا كذا. وهذا امر يسرنا ويسر الليبيين الكل ان شاء الله، والمشاكل عارف الظروف اللي يتمر بها ليبيا كلها، مش مدينة الزاوية، احنا مش نضمن مظلة على مدينة الزاوية بالتحديد. عارف انت اللي صار في مشكله الجنوب تاع شركه الكهرباء، وعارف اكثر من مشكله صايره، والحمد لله ترى منا مش عمل ارهابي صح يعني عمل مكان مشين، العمل المفروض ما يكونش كذا، لكن والحمد لله يعني تم التواصل مع الجهه الخاطفه من قبل، يعني في تحاور مع الجهه الخاطبه، عفوا الخاطفه، عرفتم من هي من تكون قبل عمليه انقاذ هؤلاء؟ طبعا هذه اذا كانت في حاجه تحقيقات سريه في البحث الجنائي في ديوان المديريه يعني ما هوش معلن الموضوع هذا، ما زال من التحقيقات والاجراءات، فهذا يلزم في حينها يعني في بكتاب رسمي ولا في مؤتمر صحفي رسمي عن طريق مديريه الامن، هي الممثل الشرعي وهي اللي تقدر تتكلم في الموضوع هذا من الشق الامني يعني. لكن كشق بلديه ولا شق الاجهزه الامنيه يعني ولا اجتماعي يعني زي كلها تكافئ كلها حتى تجدد في بعضها. طيب. هذا الحقيقه ولتحرير الناس ان شاء الله. نعم. الآن ما الذي سيحدث؟ أنتم كونكم كبلدية يتم التواصل مع الجهات المسؤولة سواء في الداخل الليبي وأيضا من قبل السلطات التونسية، يعني إذا كان هؤلاء التونسيين يريدون الرجوع إلى بلادهم أم أنهم يعني يريدون الرجوع إلى عملهم؟ والله هم طبعا الكلام يعني أن صار أمس العشية الكلام هذا متأخر يعني في الليل، وصلهم من مديرية الأمن فاستقبلوهم، وقاعدين القنوات يعني فاتحين خط التواصل مع القنوات، سواء كان احنا عندنا تعرف ان في الخارجيه اللي هي في طرابلس عن طريق هي عن طريق التواصل وعن طريق مديريه الامن والمجلس البلدي، فاحنا اللي يبقوا اخوتنا هذول مرحبين به يعني يبقوا اللي يروحوا ويوصلوا لهم يعني نرجعوا لهم ويامنوا لهم خط العوده الى عند المنفذ راس الجير، وكانوا يبقوا معنا هنا في الزاويه يعني وهم اهلنا وناسنا، والمشاكل كلنا حتى الليبيين في بعضنا مش في بالك يعني في الاخوه والاشقاء يعني مواضيع هذه، والحمد لله. طيب يعني الموقف التونسي هناك ترحيب من قبل السلطات العليا في التونسية بهذه الجهود التي قامت بها بلدية الزاوية في إنقاذ هؤلاء المختطفين وإعادتهم وتطمين أهاليهم أيضا، يعني الآن أنتم كبلدية هل هناك تواصل مباشر بينكم وبين السلطات التونسية هناك؟
والله بالنسبة لي بالتحديد محمد خضير عضو مجلس بلدي ما عنديش تواصل مباشر، لكن ممكن يكون عمل عميد البلدية ممكن يكون عنده تواصل، والذي يكون عن طريق زي ما قلت لك القنوات الرسمية اللي عن طريق الدولة مثلا عن طريق الخارجية ومدير الأمن، هي صاحبة يعني زي دور الاختصاص يعني اللي مناطق الموضوع هذا، فأكثر شيء تلقاه عند مدير الأمن يعني مدير الأمن. طيب يعني وضع أكثر توضيح، وضع المجموعة التونسية هؤلاء التونسيين وضعهم الآن كيف تصف؟ وضعهم ممتاز جدا، وجابوا حتى لما وصلوا مديرية الأمن البارح واستلمت المديرية ديوان المديرية إن كان صحتهم جيدة ما عليهمش آثار تعذيب ولا آثار ضرب ولا كذا، حجزوا لوضع معين لكن لضرب معين، ولكن ما كانوش لي حجز مثلا لابتزاز أموال ولا تعذيب ولا لخطف معين يعني مش زي الحوادث الثانية بتاع الخطف يخطفوه ويعذبوه وينشروا صوره وكذا باش يبتزوا على المال وكذا، فمها الحمد لله نطمناه ان ما صارش الموضوع هذا في المثال. نعم سيد محمد بوخدير عضو المجلس البلدي الزاوية، أشكرك جزيل الشكر. كان من المفترض أن يكون معنا العقيد علي الأسطى مدير الشؤون الأمنية بمديرية أمن الزاوية، ولكن الزملاء يقولون بأن رقم مقفل لحد الآن مع أنه تم الاتفاق معه قبل بداية هذه الحلقة. سننتقل بعد فاصل مشاهدينا الكرام إلى الجزئية الثالثة والأخيرة من برنامج لايف والحديث عن مستجدات الجنوب في ظل العملية الموسعة التي تقوم بها القوات قوات الجيش الوطني هناك والسيطرة على عدة مناطق في الجنوب أبرزها سبها تراغن أوباري جزء من أوباري الحقل الشرارة، هناك مناطق أو مواقع استراتيجية سواء كانت في المدن أو في الجنوب الليبي ككل يتم السيطرة عليها تباعا. أيضا سنتحدث بعد هذا الفاصل عن الحياة المعيشية الحاصلة في الجنوب مع عدد من مراسلين بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. في هذه الجزئية من حلقة لايف سنفتح ملف الجنوب الحاضر دائما على قنوات 218 وأيضا الحاضر في نفوس الليبيين. العمليات العسكرية الموسعة التي انطلقت قبل شهر لا تزال مستمرة في عدد من المناطق، بينما تشهد المناطق التي سيطر عليها الجيش نقلة كبيرة ومختلفة عما كانت عليه في الماضي. هناك نوع من الاستقرار وتفاؤل كبير من قبل الأهالي في التحول الكامل نحو الحياة الطبيعية التي غابت عنهم بسبب تفشي الجريمة والإرهاب. سنتطرق إلى وضع الجنوب مشاهدينا الكرام من حيث الحياة اليومية دعونا نقول، وكيف كان نتاج سيطرة الجيش على المناطق كسبها وغضوة وبرك الشاطئ وغيرها من المناطق مع عدد من مراسلين. إن حانت التغطية وإن توفرت التغطية هناك، يعني مسألة الجنوب وما يعانيه الجنوب مشاهدينا الكرام لا تزال مستمرة، بينما هناك نقلة كما ذكرنا لكم في عدد من المناطق التي تم السيطرة عليها. هناك ترحيب من قبل الأهالي المناطق الجنوبية، أهالي فزان ككل بالعملية التي أطلقها الجيش الوطني، وهناك أيضا ترحيب سياسي من قبل عدد من السياسيين سواء في الداخل الليبي وأيضا عدد من العسكريين في الداخل الليبي والسياسيين في الخارج خارج ليبيا. على مدى سنوات يعاني الجنوب التهميش، يعاني من سطوة المعارضة التشادية عفوا وسطوة الإرهاب وسطوة الجريمة المنظمة وغيرها من الأسباب التي أدت إلى تهالك البنية فيه. أيضا غياب الدولة كان أحد الأسباب الرئيسية دعونا نقول في ما حدث للجنوب، ولكن هناك فيما يبدو الآن الشارع في الجنوب متفائل جدا بهذه العملية التي أطلقها الجيش الوطني.
للحديث أكثر عما يحدث من حياة لدى المواطن في الجنوب، الحياة اليومية، ينضم إلينا محمد السعيدي علي مراسل 218 من تراغن، وأيضا وليد بكاكو مراسل 218 من مدينة سبها. أبدأ معك وليد بكاكو، كيف تصف الآن الأجواء في سبها؟ سبها عاصمة فزان. سبها كما ذكرت هي أكبر مدن المنطقة الجنوبية، سكانها طبعا تجاوز 200,000 نسمة لأول مرة، ومنذ سنوات يحتفل سكان هذه المدينة بذكرى 17 من فبراير، وقت نوع من الاستقرار وروح التفاؤل، وأيضا النوع من الأمن والأمان المفقود منذ سنوات، حيث لا مظاهر مسلحة، لا مجموعات مسلحة تسيطر على الشوارع، لا خوف ولا وزن من الخروج حتى في ساعات المساء. لمن لا يعرف الوضع في سبها قبل انطلاق عملية فصل الأمن والأمان، مدينة سبها يعني كانت تعيش فيها عصابات الجريمة المنظمة، تعيش فيها فسادا، أيضا السيارات المعطمة تجوب مختلف الشوارع، هذا كان في السابق ترهب وتربك حياة المواطن، ونستطيع أن نقول أصابت حياة المواطن في نقل، حيث أن المواطن كان لا يستطيع أن يتحرك بسهولة في أوقات المساء وحتى في ساعات النهار، لكن ولله الحمد منذ أسابيع دخول الجيش الوطني للمدينة سيطرته على الأماكن السيادية والشوارع الرئيسية في هذه المدينة وتسليمها، تسليم زمام الأمر لمديرية الأمن والشرطة الدعم المركزي لممارسة مهامها الطبيعية بإسناد مباشر من قوات الجيش. هذا الأمر أعطى نوع من الدفعة المعنوية ونوع من نستطيع أن نقول الإيجابية للمواطن بأن يستطيع أن يصل عمله بكل أمانة ويمارس حياته الطبيعية بكل يسر وسهولة تحت غطاء من الأمن من تحت مظلة من الأمن والأمان بفضل قوات الجيش ونستطيع أن نقول الجهات الأمنية التابعة للجيش الوطني. نعم، ابقى معي وليد، سأعود إليك. أتحول الآن مباشرة إلى تراغن ومراسلنا من هناك محمد السعيدي. محمد، نرحب بك في برنامج لايف لهذا اليوم، كيف تصف الأجواء في مدينة تراغن بعد دخول قوات الجيش الوطني لها؟ نعم، الأوضاع في تراغن نوعا ما تعتبر الحياة في الحالة الاعتيادية منذ فترة، ونحن نعلم أن الجنوب يخوض معركة معاناة مع توفر مختلف متطلبات الحياة اليومية، سواء كانت وقود، سواء توفر بعض السلع أو ارتفاع البعض الآخر، أيضا غياب السيولة لفترات طويلة، ولكن دخول الجيش إلى مدينة سبها يعتبر أعطى متنفسا جيدا للأهالي هنا في تراغن وكثير من المناطق، باعتبار أن كما نعلم أن سبها هي عاصمة الجنوب، وبالتالي توفر بعض المواد وانخفاض أسعارها في مدينة سبها ومتم تحويلها باقي. نعم محمد، تسمعني محمد؟ يحاول الزملاء الآن التواصل مع محمد السعيد بحكم أن التغطية يعني في الجنوب يعني دائما ما تكون هناك يعني في خلل في التغطية. أعود إليك وليد بكاكو. وليد، مدى تعاون الأجهزة الأمنية الموجودة من قبل في مدينة سبها مع القوات التي دخلت، القوات التابعة للجيش الوطني، كيف تصف هذا الموضوع؟ خاصة وأن هناك أخبار يعني رأيناها منذ أيام، يعني هناك تعاون، هناك استلام لعدد من المقرات الأمنية المهمة. وليد بكاكو تسمعني؟ نعم، في حين أن يجهز وليد بكاكو أعود إليك محمد السعيدي. محمد تسمعني؟ نعم. نعم محمد، يعني نتحدث بصفة عامة عن الحياة اليومية، مدى الاختلاف الذي لاحظته بعين المراسل الآن بتشخيصك للواقع في منطقة تراغن وما جاورها، أيضا يعني منطقة غضوة بالتحديد شهدت
يعني توترات أمنية خاصة من قبل تنظيم داعش وغيره، والآن يعني تمت السيطرة على هذه المناطق، يعني انعكاس هذه السيطرة على الحياة اليومية واختلافها عما كانت عليه من قبل. نعم، بالنسبة لمنطقة غدوة الحقيقة لمست من خلال متابعتي للأوضاع وزيارة المنطقة نبذ التوترات الأمنية الأخيرة، كان وقبل دخول الجيش كان أهالي غدوة يعانون حالا في صعب باعتبار أن المنطقة أصبحت في مرمى نيران من جميع السياسة، وبالتالي هي أصبحت مستهدفة للصحة التعبير بحسب آراء هذه المنطقة، ولكن بجرد دخول الجيش وسيطرته تنفس الأهالي الصعداء، وكثير من الانفراج حدث بالنسبة للحياة اليومية للمواطن. بالنسبة لما بعد غدوة باعتبارها منطقة كما أشرت ثلاثة منطقة اشتباكات، هنا يكون الوصول للمؤن أو وصول للوقود أو السيولة بشكل أو بآخر يعتبر هناك نوع من التعثر، وبالتالي يعني إذا صح التعبير هناك سرعة بينها. صباح هذا اليوم عندما سألت عن ثمن الوقود وصل إلى دينار و800 درهم في هذا اليوم باللتر الواحد، وبالتالي هناك ارتفاع نسبي في الأسعار باعتبار أن المنطقة تحت وضع خاص أو استثنائي إذا صح التعبير، ولكن في مجمل مناطق بلدية سرغن تعتبر الحياة نوعا ما تسير بشكل سلس، وتوفر بعض جوانب الحياة في أو عفوا مظاهر الحياة في كثير من المناطق. طيب، يعني المظاهر الأساسية أساسا تبدأ من وجود الأمن بالتحديد، يعني كيف يتنقل الناس؟ هل هناك طمأنينة من قبل المواطنين في تلك المناطق التي ذكرتها التي لم تحدث فيها الاشتباكات؟ وأيضا الأمور الأخرى الرئيسية كتوفر الكهرباء والمياه. نعم، بالنسبة للكهرباء كان هناك الانقطاع الذي حدث أثناء توترات غدوة واستمر أعتقد لمدة يومين كاملين، أما فيما بعد المنطقة تخضع للأحمال الشبكة الكهربائية العامة. فيما يخص الأمن، المواطن يأمل في ارتفاع نسبة الأمن بوصول الجيش أو بتفعيل المؤسسات الأمنية والضبطية بشكل أكبر وتوفير الإمكانيات لها، لأن الوضع بالنسبة لهذه المؤسسات ما زال كما هو عليه من حيث الدعم إلا في بعض الجوانب البسيطة. في مجمل الحياة العامة هنا في هذه المناطق تحدث توترات بين الحين والآخر، كما خلال الفترة السابقة شاهدت وكذلك المشاهدين مثل قناة 18 ما حدث من توتر أمني بين غدوة وسراغن، وأيضا من إحباط لعملية سرقة وخطف أحد المواطنين من منطقة غواط وهي بالقرب من مرزق، وإحباط هذه العملية هنا داخل بلدية سراغن، وبالتالي ما زالت هناك نوع من الوضع الأمني المستقر وإن كان طفيف، ولكن يبقى مؤثرا في الحياة العامة للمواطن. يعني لا تزال تلك المناطق هي مناطق اشتباكات الآن؟ نعم، تظل هي مناطق اشتباكات أو قريبة من الاشتباكات. ابقى معي محمد سعود إليك، موجود معنا الآن وليد بكاكو مراسلنا من مدينة سبها. وليد، كنت قد سألتك عن التعاون بين الأجهزة الأمنية الموجودة في سبها أصلا والقوات التابعة للجيش الوطني التي دخلت منذ أيام إلى المدينة، يعني انعكاس هذا التعاون كيف تم تفسير على الواقع؟ نعم وليد. نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بوليد بكاكو مراسلنا من سبك. كما ذكرت لكم يعني هي مواضيع الاتصالات والمواضيع الأساسية لازالت غير متوفرة بحكم أن المنطقة تعاني، وليس في الجنوب فقط وإنما عدد من المدن الأخرى، حتى في مدن الساحل هناك يعني معاناة من قصة غياب التغطية وغياب الكهرباء أيضا، هذا ما يؤثر في الحياة اليومية والحياة المعيشية. ولكن كما ذكرنا لكم في بداية هذه الجزئية والناس يتفاؤلون بوجود الاستقرار في مناطقهم. وليد بكاكو، وليد تسمعني جيدا؟ وليد
وليد بكاكو تسمعني؟ نعم فقدنا الاتصال من جديد بوليد بكاكو. محمد السعيدي. نعم محمد، لازلت معي. يعني منذ بداية هذا العام 2019 وحتى الآن، يعني كيف تشخص الواقع أنت كمراسل من هناك من عين الحدث؟ هناك عدة مناطق يعني دخلتها وكونك المراسل الوحيد لقناة لإحدى القنوات، يعني دعنا نقول يعني المراسل فقط لقناة وحيدة تنقل الأخبار والأحداث من تلك المناطق ابتداء بغضوة وغيرها من المناطق الأخرى، المزارع التي يتحصن فيها تنظيم داعش أيضا. نعم بالنسبة لتقييم الوضع، دائما المواطن هنا يتطلع إلى انفراج سريع في الأزمة، خصوصا أن المعاناة لم تكن وليدة هذا العام وإنما كانت مستمرة لعدة أعوام سبقت، وبالتالي فإن المواطن هنا في الجنوب يتطلع إلى انفراج من نوع خاص، انفراج لا يترك وراءه شك في أن الوضع إما أن يكون سيء أو يصبح أسوأ مما هو عليه الآن، وبالتالي يتطلع المواطن مع بداية هذا العام 2019 أن تكون هناك فعلا انتخابات حقيقية، أن يكون هناك فعلا تصويب لمسار العمل الحكومي على مستوى الدول الليبية سواء في الغرب أو الشرق، فيما يخص التوافق، فيما يخص المصالحة، فيما يخص تكوين أجسام حقيقية بإمكان اتخاذ قرارات حقيقية لصالح المواطن بشكل خاص ولصالح الوطن بشكل عام، من حيث أن هناك يصبح هناك دولة بمعنى المؤسسات الحقيقية للدولة، يمكن من خلالها للمواطن أن يطالب بتوفير نوع من الحياة الكريمة إذا صح التعبير في مختلف جوانبها، سواء كان في ذلك في جوانبها الاقتصادية أو في جوانبها الأمنية، وهذا الجانب خصوصا يتمنى المواطن أن يكون هناك فعلا اتخاذ إجراءات حقيقية ولو كانت على مستوى وسط المؤسسات بغض النظر عن التجاذبات السياسية على مستوى الحكومات، ولكن يطلع المواطن على الأقل أن يكون هناك توافق على مستوى المؤسسات كما حدث في بعض المؤسسات على مستوى الدولة، وأصبحت برغم أنها يعني لها مكاتبها أو إداراتها في الشرق وفي الغرب إلا أنها استطاعت بشكل أو بآخر أن توحد عمل كوادرها، ومن هنا يتطلع المواطن إلى أن يكون ولو على مستوى الحد أدنى ولو على مستوى المؤسسات أن يكون هناك توافق يساهم في رفع المناعة رفع المعاناة عن المواطن في مناطق الجنوب، وبمجرد العمل الموحد بالتأكيد أن هناك جهود سيكون لها تأثير إيجابي على الأرض بغض النظر عن التجاذبات التي تحدث بين الحين والآخر بين الحكومات، مما يضع المواطن في انتظار مؤلم جدا. نعم محمد السعيدي علي، مراسل 218 من تراغن، كنت معنا في حلقة لايف لهذا اليوم لتشخيص الواقع الآن في مدينة تراغن وما حولها والمناطق المجاورة لها بعد العملية العسكرية التي قام ويقوم بها لحد الآن الجيش الوطني. أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، أيضا الشكر موصول إلى مراسل 218 وليد بكاكو، كان معنا من مدينة سبها في هذه الجزئية بالتحديد. الجزئية الثانية كان معنا محمد بختير عضو المجلس البلدي الزاوية للحديث عن مصير التونسيين الذين تم إنقاذهم بعد الاختطاف ومدى التعاون المجلس البلدي مع هؤلاء التونسيين والتواصل أيضا مع الجهات المسؤولة سواء في الداخل الليبي أو خارجها. في بداية هذه الحلقة أو الجزئية الأولى من هذه الحلقة كان معنا زميل خليل الحاسي للحديث عن الندوة التي ستبث الليلة عبر قنوات 218، ندوة ما بعد فبراير تضم العديد من الشباب يناقشون الوضع الراهن بموضوعية بعيدا عن العواطف، نتابعها خلال هذه الليلة وغدا أيضا عبر قنوات 218 عند 9 مساء. شكرا موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، إلى اللقاء.